شوف شوف مين هذا الزلمه؟ لك شوفي يلا رايحين نصور حلقة جديدة من شو في البرنامج الأول من نوعه على أي بسكليت. احنا بشارع بغداد مثل ما كنتم ملاحظين. شارع بغداد الرايح ولا الراجع؟ هذا الرايح. هو أنا بعرف هذا اسمه شارع بغداد وذاك مرشد خاطر، من جابوا لي إياها رايح وراجع ما بعرف، ما علينا. فنحن بشارع بغداد هلا رايحين على موقف الأزازين. أتوقع من المواقف الشهيرة نوعاً ما يعني في كثير ناس بيعرفوه حتى لو ما كانوا ساكنين بشارع بغداد. الأجازين موبايل عم برن، عم بدق لنا عم صور، ما راح فيني رد عزيزي المتصل، ما راح فيني رد. سلمت على حدا عم راح هيك بسكليت. قدام الموقف في مدرسة عائشة الباعونية. يا خوف يكونوا راحوا الطلاب على ضيوفهم. هلا ليش نحن واقفين جنب المدرسة؟ لأن هلا بصراحة بعد شوي يعني درست إملاء. لا عم بمزح أكيد. فحبيت أنا هالمرة نكمل موضوع الأطفال مرة ثانية، أحكي عن تعنيف الأطفال. طبعاً يعني مو التعنيف اللي يعني أنتم بيخطر لكم إنه هو التعنيف لما الولد بينضرب، التعنيف الأطفال بيعنفونا يعني نحن الكبار. يعني شو؟ يعني إنه ما في هيك شيء؟ لا في هيك شيء. فنحن هلا واقفين على باب المدرسة. ناطرين لحظة الانصراف، ناطرين تصير الساعة واحدة طبق، نحن هلا واحدة إلا شوي لحتى يفتح الباب. هو بلش وجحافل الطلاب يتجمعوا جوا هيك يعني. فهي اللحظات السعيدة بحياتنا كأشخاص سوريين بنشوف انصراف المدارس كل يوم. راح تكون دليل على إنه الأطفال رغم أعمارهم الصغيرة وأحجامهم الصغيرة ولكنهم قادرين على تعنيفنا بشتى الطرق. يلا ثواني وبتشوفوا اللي عم بحكي عليه. هلا الطلاب بلشوا عم يطلعوا، بلش صوت الدوي، بلش صوت الدوي وصل لعندي. ف شو اخبارك حبيبي؟ شو الترتيب؟ اهلا وسهلا فيك. شو عم بيعمل؟ ما بعرف شو عم يساوي، ما عندي اي فكره. فخلوني انا افوت شوف الطلاب شو صار معهم، بركي بنطلع سوا. شوف ايه بالدور مو بالزور. ما شاء الله يلا اهلا وسهلا يلا هي الانسات اليوم ان شاء الله حيختاروني الانسات. اجيت يعني هم كانوا عاملين صف وعاملين دور وعاملين يعني عاملين جهدهم. انا زعت كل شيء. 1 2 3 شوفي الله اكبر. أول شيء الحمد لله على سلامتي، هي أول شغلة. أنا طلعت ساق سليم من بين شيء 1700 ولد ورجلي يعني ما بعرف يعني في أنا أكلت دعسات على رجلي ما بحسن عدهم اليوم. هي الفرحة اللي كانت على وشهم إنه انبسطوا إنه جاي كاميرا تصورهم فلحالها كانت بتكفي. بدي أشكر مديرة مدرسة عائشة الباعونية وكل طقم الأنسات يلي موجودين جوا لأنه هيك تساعدوا معنا. حرام هن حاولوا مثل كل يوم يطلعوا الطلاب بشكل طوابير منظمة كل صف لحاله ماسكين ايدين بعض، ولكن يعني الكترة غلبت العقل. فأنا شكرا للأنسات هن بي عندهم هي القدرة على هذا العياط والصريخ اليومي. وترى مو لأن الأنسات سيئات أو ظالمات أو ما بيحبوا الأولاد، ما عندك حل ثاني. بس تكون بهي الهمروجة كلياتها ما عندك حل ثاني غير أنك تعيط لحتى لعل وعسى يسمعوا كلامك. فهذا المنظر هو واحد من مشاهد تعنيف الأطفال لأن التعنيف النفسي. وبنرجع نحكي عن التعنيف، نوع من أنواع التعنيف اللي بيمارسوه الأطفال بحقنا. لما تكون أنت قاعد ببيتك بفترة العصرونية بالصيف، أنت مرتخي ومشوب ومشغل المكيف يعني وقاعد، وإذ بيجيك من تحت البناية هذا الصوت اللي بشق الحارة شق. فانت تقول شو في يا لطيف؟ بيكون الموضوع ما فيه شيء، بيكون هو ياسين ابن جارتكم ام زكي عم ينادي على محمود ابن جارتكم ام احمد عشان ينزلوا يلعبوا دحل تحت بالحاره. ذاتس ات. شو في يا حبيبي؟ في انترفون، في موبايل، في 3 درجات بس دق عليه الباب، حاجر الشباك، يعني اكسر بقدور الجيران امر الله، بس لا تعيط فيق الحاره كلياتها من غفتك يعني.
شوفي يا روحي يا عيوني يا ابو حميد، طول بالك علينا. نوع اخر من انواع التعنيف يلي هو يلي بيمارسوه الاطفال بمدخل البنايه. كم مره انت طالع من مدخل بنايتك لقيت، خصوصا اذا كان المدخل طبعا شريح وكبير هيك بليرتين، لقيت الاطفال محتلين اولاد البنايه، حولوا له بقى لملعب العباسيين، وهات يا شوط ويا جوال ويا ركض ويا باصات ويا تشجيع ويا هتافات. شوفي يعني حبيبي، هذا المدخل يلي هو طوله 10 متر ما فيك انت تعامله معامله الملعب يلي طوله 188.8 متر تماما هيك يعني. يعني انت اذا بتعمل ها 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 بتكون وصلت لاخر المدخل، فوين جاي تعمل ضربه النمر الملتهب بوشي؟ والقلعن والادقر ابي بقى لما يبلش موسم دوري الحارات، هون بقى يعني انت شو؟ انت يا حتاكل شوطه براسك يا حيعبي فيك منتخب الحاره، هنا راكدين مثل عش الزلائط ولا الطابه النفسه تبعهم. يا اما مثلا يعني اذا انت نفذت وما صار عليك شيء وعندك سياره، فاكيد سيارتك حدا كلها شيء خبطه، وتخسر شباك، تخسر البالون القداماني، تخسر الاسطوب الوراني، الا ما صار عليك شيء يعني. بيقولوا لك والله انه اسفين عمو. والله اصلا حبيبي اكبر منك باربع خمس سنين بس صدقني مكبرتني. انت هون تنسى بقى طبعا انه انت ازوك، يعني بصير تنقح عليك كرامتك انه انا مو عمو. لا يعني لازم هي المواهب الكرويه هي تتفجر، بس مو حوالينا. الله يرضى عليكم، نحن بالحاره يلا عم نعرف نصف ونمشي ونروح على بيوتنا. انت شو اسمك؟ واذا هربت من دوري ابطال الحاره اللي عندكم بالحاره، صعب انك تهرب من دوري المصارعه الحره اللي بيصير عندكم. بتخانقوا اثنين بقى شيء ولدين بولاد الحاره، بيتخانقوا على لعبه خمس احجار، بيتخانقوا على شيء دحلي على شيء كذا، وبيتلابطوا وبيتضاربوا بقى. بتحس انت شو انه يعني جون سينا ابو عيسى من جديد، بس عندكم بالحاره، بس طبعا بفيرجن جديده اللي هي فيرجن الشحاطات والشورتات والركب المأحوطه. شوفي شوفي يا اولاد، حبوا بعض وبيتضاربوا وبيسبوا بعض مسبات. انا بسمع مسبات، انا عم شو هي المسبه بتعرف؟ يعني هي المسبه انا ما بعرفها، شلون بتعرفها انت يعني يا غالي حبيبي؟ شلون انا بعمرك مثلا لما كنت انا اقول لرفيقي يا دب كنت حس بالذنب شي يومين، وبعد خمس دقائق بيتصالحوا بس شوارب بعض بروحوا بيشربوا كاسوزه. شوفي ما حدا بيعرف شو هي الرغبه بالاكتشاف تبع اينشتاين يلي ما بنشوفها بالمدارس ولا بنشوفها بالمكان الصح، بس سبحان الله بتتفجر بالحارات. يلي بده يلعب بعداد المي يكتشف شو في جواته، يلي بده يشوف ساعة الكهرباء شلون تشتغل، يلي بده يحاجر الأضواء تبع الشارع، يعني يلي بده طبعا تجربة رمي السقوط الحر تبع كياس المي من الشبابيك على الجيران تحت، هي لحالة قائمة. وعندك درس البيولوجيا اللي هو درس تشريح القطة. قطة الحارة يعني من المعذبين في الأرض، يعني يلي بيشوطها يلي بيرفسها يلي بيفش اللنيعة أي شيء. طبعا ما حاستفيد كثير بالموضوع، إنه كمان في حلقة عن الرفق بالحيوان يلي اتبهدل على ايدين العالم والاولاد، حنتركها لوقتها نحكي عليها. يعني هو ما في حل للموضوع، شيء انه في حل جذري، ما في حل جذري. الفكرة بس انه الاهالي يديروا بالهم على اولادهم بليرتين، يعني يا خالتي يا ام عبدو، اذا انت مو قدراني على ابنك بالبيت تبعتيه على الحارة يقدر علينا ليش؟ شوفي يعني خدي معاهد، خدي على الملاعب، على الجناين، يعني ولد بده يلعب فخذي على اماكن يلعب فيه، عبي له وقته بشيء يسليه ويعني ويتهنى فيه. فالحل بس نحن ندير بالنا على هالاولاد ونفكر انه نحن ابننا اذا تغلط على الجيران فالجيران رح يكرهوه ويكرهونا ويكرهوا اهالينا ويكرهوا الساعه اللي انتقلنا فيها على الحاره. انا مو بس رفيقي بل اكثر من ذلك يخذل عين الاولاد، يعني هذا الفعل اللي فعيناه عن جد. بالختام يعني تحيه لكل انسه بتقضي كل يوم ست ساعات هي عم بتعيط وتنبه وتتخيل انه الموضوع خمس دقائق كان مدمر بالنسبه لي. فانا ما عاد فيني حيل، كان في حكي لسه بدي احكي اكثر بس نشف فريقي على الاخير. فاودعناكم وبنشوفكم بحلقه بكره. ما لي حيل سوق، ما حدا يجي يسوق عني؟ مو معلش، طيب الله يسخر فيكم. شوف شوف مين هذا الزلمه؟ لك شوفي